أولاً أنا سعيد جداً إن أنا آجي وألاقي الشمس طالعة. قعدوا يقولوا لنا ملبورن برد 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 برد، لكن الحمد لله الشمس موجودة والجو معتدل حلو. سعيد إن أنا أزور ملبورن، وسعيد إن أنا أقابل ويا أخونا الحبيب نيفت أنبا سوريال هنا بحضور الآباء الأسقف الأحباء ويانا. وطبعا نيافة الأنبا دانيال المعادي، ونيافة الأنبا دانيال سيدني، ونيافة الأنبا دانيال دير أنبا شنودة، ونيافة الأنبا هرمينا القاهرة مع الآباء الكهنة. سعيد إن أنا أشوفكم الآباء الإخوة والشمامسة والأطفال، وسعادة القنصل العام وسعادة المساعد قنصل في القدس ولا قنصلة؟ قنصل نحط لها المربوطة نحط مصر تستطيع بالتاء المربوطة. سعيد بوجودكم جميعا، وأشكركم على محبتكم واستقبالكم الجميل والدافئ ده، والورد الجميل اللي كان ويا أولادكم وبناتكم. والحقيقة احنا بقالنا في جولة كده طويلة شوية، كنا في اليابان 4-5 أيام، وبعد كده رحنا سيدني قعدنا حوالي أسبوع، وتهالي قعدنا في كامبرا حوالي 4 أيام. كنت بتشغل الأحداث، هو في حساب الزمن يوم، لكن حساب الشغل 4 أيام يعني. نشكر الله، امبارح كنا في كامبرا قضينا وقت جميل جدا، اتقابلنا ويا عدد من المسؤولين، واتقابلنا ويا الشعب في كنيسة سمار، واتقابلنا في منزل السيد السفير هناك محمد خيرت، واتقابلنا عدد كبير من السادة السفراء والنواب الامدي. والحقيقة حاجة كويسة خالص ان المحبة تشمل الجميع، والزيارة دي او كل زياراتي هي اساسا زيارات رعوية، زيارات علشان يبقى فيه باستمرار الدم متدفق ما بين الكنيسة الام في مصر والوطن الأم مصر، وبين كل الكنائس اللي أنشئت في بلاد كثيرة سواء قريبة أو بعيدة عن مصر. أستراليا من أول البلاد اللي هاجر لها مصريين، وتأسست فيها كنائس من حوالي 50 سنة، وامتدت وبقى فيها عدد كبير أوي من الكنية المصرية، أظن يتعدى 100,000، وهناك رعاية وعناية من السادة المسؤولين في السفارات والقنصلية المصرية، وطبعا الكنيسة اللي بترعى شعبها. الزيارة أساسا رعوية عشان زيارة الكنائس وأنشطتها، وطبعا في ملبورن هنا لها يعني أهمية خاصة من ناحيتين. الناحية الأولانية نيافة أنبا سوريال أخويا في الأسقفية، احنا مرسومين من دير واحد، دير أنبر شويت، رحبنا في دير واحد وترسمنا في نفس اليوم في الرسامة الأسقفية من 20 سنة، سنة 97. والحاجة الثانية لافتتاح المنشأ الكبير بقوره، منشأ ضخم، نيافة أنبا سوريال عرضوا علينا من أول ما ابتدى التفكير فيه وابتدى الإنشاء والتشطيب، وبنعمة ربنا نفرح بافتتاحه يوم الأحد القادم. مبسوط إن أنا أشوفكم، وربنا يجعل كده أيام الزيارة أيام مبروكة على الجميع.